اهلا بيكم في حلقه جديده من ويكلي نيوز. انا احمد عزيز من عرب هاردوير. سمعت قبل كده عن مدرس بيلعب فورتنايت مع الطلبه بتوعه؟ ده اللي مستر بريت قرر يعمله مع الطلبه لما سمعهم بيتكلموا عن الجيمز في الفصل. ساعتها قرر يحط الجيمر تاج بتاعه على السبوره وعمل لهم تحدي صغير كده ان اي حد هتكون درجاته كويسه في ماده معينه هيلعب مع المستر بتاعه لمده 20 دقيقه. وفعلا احسن ولدين في الفصل لعبوا مع الاستاذ فورتنايت لمده 20 دقيقه بالظبط، وتحفزوا ان هم يذاكروا اكتر ويجيبوا درجات اعلى. لحد هنا والقصه تو جود تو بي ترو، مثاليه زياده عن اللزوم. فتعالوا اقول لكم اللي مش واحد من الاثنين اللي لعبوا مع المدرس حكى لبابا عن اللي حصل على انها حاجه حلوه، وان ازاي المدرس قدر يشاركهم في حاجه هم مهتمين بيها. تاني يوم الاب قرر يروح المدرسه ويشتكي المدرس، والاسبوع اللي فات المدرس اتفصل تماما من المدرسه بدعوى انه اخترق القواعد الاخلاقيه اللي بتنص عليها لائحه المدرسه. فايه رايكم في المدرس عمله؟ وهل شايفين رد فعل المدرسه كان صح؟ عرفونا رايكم في الكومنتس تحت. من ساعة ما الجيل الجديد من كروت انفيديا ار تي اكس نزل واحنا مستنيين وعود انفيديا انها تتنفذ، لحد ما اخيرا جه اليوم اللي نقدر نقول لكم فيه ان كروت الار تي اكس بتقدم حاجة حقيقية ملموسة نقدر نحكم عليها، مش مجرد وعود بتقنية ثورية مش موجودة على ارض الواقع. لو انت متابع فانت فاهم كويس احنا بنتكلم على ايه. فالكلام النهاردة على دعم الدي ال اس اس اللي نزل من ايام وبشكل رسمي للعبة باتل فيلد في، وكمان في لعبة مترو اكسدس. لكن لو انت مش متابع فخلينا اديك ريكاب سريع كده ايه اللي حصل. لما شفنا الري تريسنج لاول مرة في باتل فيلد في انبهرنا بدقة الانعكاسات والظلال وواقعيتها، ودي كانت الحاجات اللي ما شفناهاش قبل كده خالص. ولما شفناها في مترو اكسدس انبهرنا بواقعيه اضاءه العالم الضخم اللي موجود في اللعبه. المشكله انك بمجرد ما بتشغل الميزه دي كان دايما الاداء بيموت، واللعبه بتنزل في عدد من الفريمات بشكل ما يخليهاش لعبه، وبيخلي الانعكاسات والظلال والاضاءه الواقعيه دي حرفيا ولا ليها اي لازمه، لان اللعبه تعتبر مش شغاله، او بمعنى اصح مش قابله للعب. ده كله اتغير من ايام مع تحديث جديد لكروت ار تي اكس واللي بيدعم تقنيه الدي ال اس اس في لعبه باتل فيلد في ومترو اكسدس. تقنيه الدي ال اس اس اللي بتدخل الارتفيشال انتليجنس والديب ليرنينج في الالعاب لاول مره، بحيث تحسن الفيجوالز بتاعت الالعاب في نفس الوقت اللي بتعلى فيه الاداء في اللعبه بشكل ملحوظ، وكل ده بنسب ما بين 40 و60% على حسب الكارت اللي بتستخدمه ودقه العرض اللي بتلعب عليها. فلو انت مهتم تعرف اكتر عن التقنيه دي وازاي بتشتغل فتاكد انك تتفرج على الفيديو ده، وعرفنا رايك تحت في الكومنتس في تقنيه الري تريسنج وهل جربت تلعب اي لعبه بيها ولا لسه. يوم 15 فبراير اللي فات نزل الجزء الجديد من سلسله فار كراي نيو دون او الفجر الجديد، وفعلا اللعبه مجرد فجر جديد او نسخه جديده من لعبه فار كراي 5، نفس المعالج، نفس الرسوميات، نفس طبيعه العالم تقريبا، لكن مع تركيز اكتر على جانب القصه من اللعبه. فطبعا كعاده يوبي سوفت في الفتره الاخيره اللعبه بتدعم اللغه العربيه بشكل كامل في القوائم والنصوص. تقدر تعرف راينا الكامل عن اللعبه في الفيديو ده، ولو عايز تكسب نسخه مجانيه من اللعبه تقدر تشارك في الجيف اوي اللي موجود في اللينكات في الديسكربشن تحت. على سيرة ألعاب يوبي سوفت، في كل أيام وتنزل لعبة السباقات ترايلز رايزنج يوم 26 فبراير. اللعبة عبارة عن لعبة من منظور 2.5 دي جانبي ثنائي الأبعاد، بتقدر فيها إنك تتسابق من خلال تشكيلة كبيرة من الموتوسيكلات والطرق، بتقدر كمان تعمل كاستمايزيشن لشخصيتك وللموتوسيكل بتاعك وحتى للطريق اللي هتتسابق فيه. ولو مهتم باللعبة فتقدر تجربها في البيتا اللي مفتوحة اللي هتبدأ يوم 21 فبراير على كل الأجهزة، وعرفنا رأيك في التعليقات لو أنت مهتم بالنوع ده من الألعاب. بقالنا كتير جدا بنتعامل مع التكنولوجيا على انها موبايلات وبس، وده من ناحيه المستخدمين ومن ناحيه حتى مقدمين المحتوى على اليوتيوب هنا، واللي احنا نعتبر منهم. مش هنختلف انه في ثوره كبيره حصلت في صناعه الموبايلات خلال العشر سنين اللي فاتوا لحد ما وصلنا للوضع الحالي، لكن خلونا نتوقع برضو ان من دلوقتي المستقبل في العشر سنين اللي جايين هيكون لانواع مختلفه من التكنولوجي. فبجانب الاي ار والفي ار هيدخل الذكاء الاصطناعي والمساعدات الصوتيه الذكيه وانترنت الاشياء الاي او تي وحاجات ثانيه كتير هتحاول تثبت نفسها الفتره اللي جايه، وهنكلم لكم عنها اكتر في نوع جديد من الفيديوهات ما قدمناهوش قبل كده خالص. فعلى
وعلشان كده قررنا نفتح قناة جديدة بنتكلم فيها عن التكنولوجي من منظور مستقبلي، ومش مجرد مراجعات موبايلات وفيديوهات شبه بعض. القرار ده في دماغنا من ساعة ما اعلنا من فترة طويلة اننا هنوقف مراجعات الموبايلات تماما الا الموبايلات الفلاكشيب. في موبايلات كتير جدا ما برضاش اعمل لها ريفيو، بحس اني نوعا ما مش هقول كلام جديد عن اللي فات. الموبايلات بقت شبه بعض، بقتش عارف اقول ايه جديد. حتى عموما لما بشوف مراجعة لموبايل جديد بحس اني شفت الفيديو ده قبل كده، قال نفس الكلام في الفيديو اللي فات، لان الموضوع بقى سخيف بصراحة والموبايلات كلها بقت شبه بعض ومفيش جديد خالص. فقراتنا الجديدة اللي تقدروا تشتركوا فيها دلوقتي من هنا هي ارتك، هنتكلم فيها عن دي ارت اوف تك او فن التكنولوجي بشكل عام، واكيد برضو هنتكلم عن الموبايلات، لكن مش اي موبايلات، الموبايلات اللي فعلا بتضيف حاجة للمستخدم وبتحل مشكلة من مشاكله وفعلا بتقدم حاجة جديدة وثورية في تاريخ التكنولوجي. المهم ان دلوقتي بداية القناة رسميا هتكون مع معرض MWC، معرض الموبايلات الاكبر في العالم، فاحنا هنكون هناك في اسبانيا علشان نغطي لكم كل حاجة جديدة هيتم الاعلان عنها. فاشتركوا دلوقتي في قناة ارتك ودعمونا هناك، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة انتم متحمسين ليها في معرض MWC اللي جاي. لما قررنا نسافر MWC السنة دي واجهتنا المشكلة الأزلية اللي بتقابلنا كل مرة بنفكر نسافر فيها، وهي ايه اللابتوب المناسب اللي المفروض ناخده معانا. خد بالك بس ان اللابتوب ده لازم يكون فيه مواصفات معينة، زي ان حجمه لازم يكون صغير او على الاقل لازم تتحرك وتسافر بيه بسهولة، وفي نفس الوقت لازم يكون اداؤه قوي مع المونتاج لان احنا بنمنتج من هناك، ومفيش مانع برضو ان شكله يكون حلو بديزاين شيك، ويا سلام بقى لو بطاريته يعتمد عليها لاوقات طويلة. الجميل بقى ان بالتزامن مع السفرية الجديدة شركة اسر بعتت لنا مجموعة من اللابتوبس المختلفة بتاعتها، لكن اللي شد انتباهنا بصراحة هو لابتوب اسر بريدتور هيليوس 300 اللي بيجي بسعر فرنج من 1000 لـ 1300 دولار، وكارت جي فورس جي تي اكس 1060 ومعالج كور i7 و16 جيجا بايت رام مع اس اس دي بحجم 256 جيجا بايت، مع ديزاين لطيف بيعبر عن الايدنتيتي بتاعت الجيمرز. لكن المفاجأة بصراحة اللي كانت في اللابتوب ده كانت الشاشة، لانها بتدعم معدل تحديث 144 هرتز، وده رقم مش متعودين عليه في اللابتوبس اللي في السعر ده، وفوق ده كله الوان الشاشة نفسها مناسبة للكونتنت كريتور اللي زينا. دي كلها انطباعات اوليه مننا عن اللابتوب، لكن استنوا قريب جدا المراجعه الكامله بعد ما نرجع من MWC ونحكي لكم تجربتنا بالتفصيل مع اللابتوب ده. عرفونا برضو في التعليقات ايه اللابتوب اللي ممكن تفكر تشتريه في حدود 1000 لحد 1500 دولار، فعرفونا رايكم تحت في التعليقات. دي كانت اهم الاخبار اللي عندنا النهارده. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي زوروا عربهاردوير.net والانستجرام تويتر فيسبوك ويوتيوب. باي.